أهلا بكم أحبائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج رأي. أقر الرئيس السوداني المعزول عمر البشير بأن الأموال التي وجدتها النيابة العامة في منزله تعود له وأنه يمتلكها، وكانت النيابة العامة السودانية قد قامت بتفتيش منزل الرئيس البشير ووجدت به مبلغ وقيمته 7 مليون يورو، ما جعلها تتهمه بأنه يتاجر في العملات الأجنبية وتتهمه أيضا بغسيل الأموال. أحبائي المشاهدين، حول هذا الموضوع يسعدنا أن ينضم إلينا السيد صلاح النور عضو المجلس التشريعي السوداني سابقا. أهلا بك سيد صلاح. ألو، يبدو أننا فقدنا الاتصال بالسيد صلاح النور وسنعاود الاتصال به لاحقا. أيضا أحبائي المشاهدين، كما تعلمون فإن الرئيس السوداني عمر البشير كان قد أصدر أمر قبل أقل من شهر على الإطاحة به بتجريم تخزين العملات الأجنبية، وجعل الحد المسموح لتخزين العملات الأجنبية لا يزيد عن 3000 دولار، وأيضا جعله لأغراض السفر. أيضا الرئيس السوداني عمر البشير منذ أن تمت الإطاحة به وحديث الإعلام الدائم عن أن حالته النفسية تزداد سوءا. أيضا فيما يتعلق بآخر الأنباء، فتوكيل العديد من المحامين وإعلان رغبتهم في الدفاع عن الرئيس البشير أمام النيابة العامة التي تتهمه بتهم فساد وأيضا تتهمه بالإتجار في العملات الأجنبية. عموما ينضم إلينا مجددا السيد صلاح نور. أهلا بك سيد صلاح. مرحب 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 بك، كيف الحال وكل عام وأنتم بخير؟ وأنتم بألف خير يا أستاذ ومشاهديك الكرام. بارك الله فيك. بداية، كيف ترى الاتهامات التي واجهتها النيابة العامة السودانية لرئيس البشير بغسيل الأموال وأيضا الإتجار في العملات الأجنبية؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. نحييكم ونحيي المشاهدين الكرام ونشكر لك هذه الاستضافة الكريمة. شكرا لك. يعني نحن مع محاكمة عادلة، نعم، لكل رموز النظام السابق، ابتداء من الرئيس السابق المخلوع عمر البشير وكل قيادات ورموز النظام السابق، بل أكثر من ذلك. يعني نحن نرجو أن تتم محاكمة لكل الحكومات التي أعقبت استغلال السودان. ويعني حتى يعني كل ياخذ كل مجرم وكل من أفسد وكل من أضر بالشعب السوداني بالبلاد السليمة جزاءه العادل. نعم. نحن نريد للرئيس البشير الرئيس السابق ولغيره من بنود النظام محاكمة عادلة، لا نريد محاكمة انتقائية ولا محاكمة انتقامية، نما نريد محاكمة عادلة نزيهة شفافة، ونرجو أن تكون هذه المحاكمات معلنة حتى يعرف الشعب السوداني حقيقة ما كان يجري في الحقبة السابقة. نعم، هناك أنباء ذكرت بأن النائب العام السوداني، نعم، الذي يتولى التحقيق مع رئيس المعزول عمر البشير قد وجهت له عدة تهديدات وأنه يخاف على حياته وأنه طلب أن يستقيل من ذلك التحقيق، إلا أن السلطات السودانية أصرت على حمايته وأصرت أيضا على أن يقوم هو باستكمال التحقيقات، فكيف ترى هذا الأمر وما حقيقة هذا الأمر؟ والله يعني نحن نسمع بهذا الكلام في وسائل التواصل الاجتماعية وفي غيرها من الصحف والإعلام، لكن لم يتأكد حقيقة هذا الكلام. إذا كان هذا الكلام كلام حقيقي فهذا كلام من الخطورة بمكان. يعني نرجو من المجلس العسكري ومن السلطة الحاكمة في هذه الفترة تأمين الحماية للقضاة وللمحققين حتى ينال كل مجرم جزاءه بالقسط وبالعدل. ولا زالت يعني هذا الموضوع هو اتهامات المتهم بريء حتى تثبت ازالته. قطع.
ف يعني كل ما نرجوه ونطمع فيه محاكمه عادله نزيهه. جيد. تحفظ حق المتهم وتحفظ حق الشعب السوداني في محاكمه كل من افسد وكل من خرب اقتصاد البلاد وامن البلاد في المرحله السابقه وفي غيرها من المراحل منذ استقلال السوداني. نعم. سيد صلاح، هناك دولة عربية أعلنت عن نيتها لاستقدام الرئيس المعزول عمر البشير وأن تمنحه الإقامة بها، هذا أنباء تم تداولها. أيضا هناك دولة أفريقية أعلنت عن طريق وزير خارجيتها أيضا نيتها استقدام الرئيس البشير وقدمت هذا الأمر وهذا الاقتراح للمجلس العسكري الانتقالي في السودان، فكيف ترى هذا الأمر وهل من الممكن السماح لرئيس البشير بمغادرة الأراضي السودانية؟ والله نحن نرجو أن لا يسمح للرئيس البشير ولا غيره بمغادرة الأراضي السودانية من غير محاكمة. يعني هذا الموضوع لا بد أن يبيد فيه القضاء. نعم. يعني الشعب السوداني لا يقبل أن يحاكم هذا الموضوع بمحاكمة سياسية. نعم. نحن يعني نرجو أن يتم محاكمة الرئيس البشير محاكمة قانونية والقوانين السارية في البلاد، وإذا برئت ساحته وكذا فليذهب حيث يشاء، أما قبل أن تتم المحاكمة وقبل أن يعرض الرئيس على المحكمة وتمس المحكمة وتقول القول الفصل ويمكن هو وغيره من المتهمين من الدفاع عن انفسهم وتوكيل ما شاءوا من المحامين، وبعد ذلك بعد نهايه الحكم اذا اصبح هو بريء ولم تثبت عليه ادانه او تهمه يذهب حيث يشاء، يعني له مطلق الحريه اذا اراد ان يعيش مواطنا حرا سودانيا كريما في هذا البلد تحت حمايه الدوله فله ذلك، واذا اراد ان يسافر الى اي دوله اذا كان دوله عربيه او افريقيه او يوغندا او المملكه العربيه السعوديه فله ما يشاء، اما قبل ذلك فلا اعتقد ان الشعب السوداني يعني يقبل بهذا. نعم، على ذكر هذا الامر، كيف ترى اعلان العديد من المحامين عن نيتهم الدفاع عن الرئيس المعزول عمر البشير امام النيابه العامه السودانيه فيما يتعلق بالتهم الموجهه اليه والتي ياتي على راسها تهم الاتجار بالعملات الاجنبيه وايضا غسيل الاموال؟ والله هذا حق البشير وحق غيره من المتهمين، يعني كل متهم يعني له الحق الكامل في ان يوكل ما يشاء من المحامين في الداخل او من داخل السودان او من خارج السودان حتى يدافع عنه من ساحات القضاء، هذا ابسط ابجديات العداله، المتهم يمكن من توكيل محامي ليدافع عنه، هذا الامر يعني يصب في صالح العداله وليس يعني خصما على العداله. نعم. أيضا فيما يتعلق بآخر الأنباء، وجدنا صباح اليوم العديد من الأنباء التي تشير إلى قيام شقيق الرئيس المعزول عمر البشير بسماح السلطات السودانية له بالسفر إلى الأراضي التركية، ثم ما لبثنا أن وجدنا قيام إدارة السجون بنفي هذه الأخبار، فكيف ترى هذه الأخبار المتداولة؟ والله في هذه الفترة يعني تسري هناك كثير من الشائعات وكثير من الانباء المتضاربه على الساحه السودانيه، يعني وسائل التواصل الاجتماعي والوسائل الاعلاميه يعني تداول، فنحن نرجو من المجلس العسكري الانتقالي ومن الاخوه المسؤولين تمليك وسائل الاعلام وتمليك المجتمع الشعب السوداني الحقائق مجرده حتى يعني لا يصبح الناس ضحيه للشائعات. نعم. يعني في هذه الامر في هذه الفتره المطلوب ان الشعب المجلس العسكري والسلطات الحاكمه في السودان لابد ان بكل شفافيه ووضوح ان تبلغ الراي العام ما يجري حتى لا يضع الناس يعني ضحيه للشارع.
نعم سيد صلاح، دعنا نأخذ رأيك في تلك التغريدات التي رصدناها والتي تتحدث عن توجيه الاتهامات من جانب النيابة العامة لرئيس السوداني عمر البشير فيما يتعلق بالعملات الأجنبية التي تم العثور عليها في منزل الرئيس عمر البشير. غدا عويس تقول عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: قر عمر البشير بتهم الفساد ضده، وبحسب صحيفة الجريدة اعترف بمخالفة قوانين النقد وعثر بمنزله على 7 ملايين يورو و 350 ألف دولار و 5 مليارات جنيه سوداني. كيف ترى تلك التغريدة سيد صلاح؟ إذا اعتمد هذا إلى الآن هذا الموضوع مجرد تسريبات. نعم. لم يثبت هذا الكلام ولم يصرح به مصدر مسؤول عن النيابة. نعم. لكن أقول إذا ثبت هذا الموضوع رغم كل هذه المبالغ، ولكن هذا عار في حق الرئيس السابق عمر البشير، لأن هذا الشعب يعاني وهو أصدر بنفسه عدد من القوانين منها قانون الطوارئ الذي يجرم قيادة العملات الأجنبية. وتعلم ويعني أستاذ المشاهدون أن البلاد يعاني من ظاهرة السيولة النقدية في البنوك، والناس أموالهم التي أودعوها في البنوك لا يستطيعون الحصول عليها، وأصبحوا يعيشون في عناء وفي مشقة. فإذا ثبت هذا الموضوع فعلا، وإلى الآن لم أتأكد من ثبوت هذا الموضوع صحة أو عدم، ولكن هذا الموضوع متداول في وسائل الإعلام. نعم. فهذا يكون عار وشناقة في حق الرئيس المعزول عمر البشير. سيد صلاح، العديد من الوسائل الإعلامية ذكرت بأن الرئيس البشير قد ذكر أمام التحقيقات بأن تهم الفساد الموجهة إليه وأيضا الإطاحة التي تمت بحقه، كل ذلك الأمر يأتي بناء على دعوة بعض المظلومين. هو قال بالنص: هذه دعوات المظلومين، وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام. فكيف ترى هذا التصريح الصادر من الرئيس البشير أثناء إجراء النيابة العامة التحقيقات معه؟ نعم يعني دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، وهي الدعوات المستجابة، وقد عانى هذا الشعب السوداني من الظلم، ظلم اقتصادي والتعدي على حرماته وعلى حقوقه، وعنت وضيق ومشقة وعدم الحصول على أمواله في البنوك، والوقوف الساعات الطويلة أمام محطات البترول والمخابز، وعانى ما عانى هذا الشعب. يعني ليس فعلا يعني دعوة المظلوم يعني ليس بينها وبين الله حجاب، وهذا صحيح. يعني آلاف إن لم نقل ملايين المظالم يدعون عليه وعلى نظامه. نعم. فيما يتعلق بالسبعة مليون يورو التي تم إيجادها بمنزل الرئيس البشير، كان في السابق الرئيس عمر البشير قد أصدر أمر طوارئ قبل الإطاحة به بأقل من شهر، قام في ذلك القرار بتجريم الاستحواذ على الأموال وجعل الحد المسموح به لا يزيد عن 3000 دولار. فكيف ترى هذا القرار وأيضا ما تبعاته على الرئيس البشير، حيث أنه في خلال ذلك القرار أثناء تجريمه أصدر العقوبة بأنها ستكون ما بين 3 سنوات سجن إلى 10 سنوات سجن، فكيف ترى هذا الأمر؟ والله هذه في البداية جريمة أخلاقية. المسؤول ولكن هو رئيس الجمهورية، يعني ينبغي أن يكون قدوة لعامة المواطنين. فكيف يعني كما قال الله سبحانه وتعالى: تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. فهو كان يعني أصدر قرار لا يغالي أحد البلاد بمبلغ يتجاوز 3000 دولار. نعم. يعني وجود هذا المبلغ يعني هو ما كبير، لكن يعني في حق الشعب السوداني والضائقة المعيشية وارتفاع الدولار والعملات الأجنبية و يعني غياب الديون والنقد، هذا مبلغ يعني للظرف الذي يعانيه الشعب السوداني يعتبر مبلغ كبير نسبيا. نعم. فالرئيس يتحمل مسؤوليه مخالفته للقرارات والقوانين التي تم بنفسه.
نعم، إذن سيد صلاح، فيما يتعلق بتلك الاتهامات الموجهة من النيابة للرئيس البشير، والذي أقر هو بتلك الاتهامات واعترف أيضا بحيازة تلك الأموال، هل ترى بأن الرئيس السوداني عمر البشير مهدد بالفعل بالسجن لمدة تتراوح ما بين 3 سنوات إلى 10 سنوات؟ نعم نعم، يعني نرجو كما ذكرت سابقا يعرض على المحاكمة عالية ويمكن من الدفاع عن نفسه ويكون القول الفصل والأخير هو كلمة الغضاء النزيه العالي. نعم، دعنا أيضا نأخذ تلك التغريدة التي تتحدث عن تلك الاتهامات الموجهة للرئيس البشير ومن غدا عويس إلى أرض الأقواس، التي يقول في تلك التغريدة: متابعة البشير المخلوع، تشكيل هيئة دفاع رباعية برئاسة أحمد إبراهيم الطاهر رئيس البرلمان السابق وعضوية كل من عمر عبد العاطي عبد الباسط سبدرات وزير العدل القطري السابق نجيب النعيمي محامي الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين. كيف ترى تلك التغريدة وهذه التشكيلة من المحامين الذين سيتولون الدفاع عن الرئيس البشير أمام السلطات القضائية السودانية؟ والله كما ذكرت لك سابقا اخي الكريم، نحن مع تمكين كل متهم اذا كان الرئيس او غيره، نعم، كل متهم يعني من الحق في الدفاع عن نفسه وان يوكل من يشاء في الدفاع عنه. نعم، هذا يعني جزء اصيل من المحاكمه العادله. فيما يتعلق ايضا باخر التطورات التي يشهدها الشارع السوداني، نجد أنه اعتصام القيادة العامة لا زال يتواصل، ولا زال المتظاهرون ينادون المجلس العسكري الانتقالي بتسليم السلطة بالكامل للمدنيين، فكيف ترى هذا الأمر؟ والله يعني حقيقة يعني نحن نشكر القوات المسلحة على القيام بواجبات حماية المعتقلين وحماية الشعب السوداني والشعب الذي آوى إلى القيادة ورجع إلى جيشه لكي يوفر له الحماية، فهذا أمر يشكر عليه الجيش قيادة وضباط وضباط وجنود، وهذا هو بين الشعب السوداني جيش وشرطة وأمن وغيره. نعم، يعني فهذه تحمل للقوات المسلحة. على ذكر نعم على ذكر هذا الشكر نعم على ذكر هذا الأمر، نجد بأن بعض من المعتصمين يشيرون إلى أن هناك محاولات دائمة لإزالة كل الاعتصامات، فكيف تجد هذه الأنباء التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي؟ نعم، قبل قليل صدر تصريح المتحدث العسكري يعني ما في هذا الموضوع، يعني لا نية للقوات المسلحة والمجلس العسكري لفض الاعتصام، ونحن نرجو الله يفض هذا الاعتصام بالقوة. يعني إنما هذا يعني ما تم خارج الاعتصام وحث لبعض الأمور التي قد تؤدي إلى فوضى وتؤدي إلى انزلاق البلاد لا قدر الله، يعني إلى مصير مجهول. يعني هناك كثير من التخلفات في الشارع السوداني، التخلفات الامنيه، قتل الطرق، الاعتداء على الامنين، تفتيش المواطنين، هذه الامور التي يعني حتى رجل الشارع البسيط العادي لا يقبل هذه الامور. المجلس العسكري حقيقه ابدا انفتاح كبير جدا وابدا استعداد للتنازل عن السلطه متى ما اتفقت الاحزاب والقوى السياسيه المدنيه على ذلك. يعني نعم، ذهب المجلس اكثر من ذلك، لو اذا لم يتم اتفاق عاجل في خلال هذه الفتره المجلس العسكري سيدعو الى انتخابات خلال 6 شهور. اذا كيف ترى اداء المجلس العسكري الانتقالي برئاسه الفريق عبد الفتاح البرهان في تلك المرحله الخطيره من عمر البلاد سيد صلاح؟ والله المجلس العسكري تقع عليه مسؤوليه كبيره جدا في حمايه البلاد وامنها وحدودها واستقرارها وتوفير سبل العيش الكريم للمواطن السوداني الذي عانى الكثير طيله 30 عام الماضيه.
فيعني نحن نعول على المجلس العسكري ونعول على وطنيته ونعول على نزاهته، و يعني لانه المجلس العسكري لابد ان ينفتح اكثر على كل القوى السياسيه وان لا يفتكر التفاوض هو بعينها، لان هذه الثوره ثوره الشعب السوداني بصفه عامه. ونحن نرجو ان يتم انتقال السكان المدني في اسرع ما تيسر. نعم. يعني والمجلس العسكري الان ليس وحيدا في الساحه، الساحه الان في قوى الحريه والتغيير، يعني عديد من القوى السياسيه التي قدمت اكثر من 177 رؤيه للخروج من هذا المازق الذي تعيشه البلاد. نعم. فنرجو من جميع الشركاء في الساحه السودانيه، المجلس العسكري والقوى السياسيه والشباب المعتصمين وغيرهم، الاشراح بانجاز اتفاق وطني يؤدي الى انتقال امن وسلس بسلم للسلطه حتى تستقر البلاد، لانه هذا يعني منذ ان تم التغيير الان يعني الزمن يعني تعدى الشهر لا زال هناك تراب دستوري، وهذا له تبعات. الان يعني المواطن يعاني من انقطاع الكهرباء، من انقطاع المياه، من قله الوقود، الوقوف في طوابير امام المخادم، يعني الوقوف طوابير امام الصرافات النقديه. كل هذا يعني يحتاج الى ايجاد اتفاق، وينبغي على القوى السياسيه والعسكريه ان تشعر يعني بما يعانيه المواطن حتى تنتهي بالسرعه اللازمه لانجاز هذا الاتفاق. إذا هل تعتقد بأن المجلس العسكري الانتقالي قادر على السير بالبلاد نحو بر الأمان؟ بإذن الله تعالى، بإذن الله تعالى، إذا ما صدر العزم وإذا ما سعى وانفتح انفتاح كبير على القوى السياسية وتجاوز العقبات، بإذن الله تعالى إن شاء الله السودان يصل إلى بر الأمان بإذن الله تعالى. كانت هناك تغريدة انتشرت بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي لرئيس حزب الأمة السوداني، وحكى في تلك التغريدة كواليس الإطاحة بالرئيس البشير، حيث ذكر أن الرئيس السوداني المعزول عمر البشير قد اجتمع بالقيادات الأمنية وطالبهم بفض كل الاعتصامات حتى ولو وصل الأمر إلى قتل المتظاهرين، هذا على حد قول رئيس حزب الأمة. إلا أن القيادات الأمنية وعقب قيام الرئيس البشير وخروجه من غرفة الاجتماعات اتفقوا فيما بينهم على الإطاحة به وحفظ كل دماء الشعب السوداني، فكيف ترى تلك التغريدة وهل بالفعل تم هذا الأمر؟ والله هذا الحديث متداول، يعني حتى على مستوى المجلس العسكري، نائب رئيس المجلس العسكري الفريق أول محمد حمدان صرح بنفسه هذا التصريح، وهذا ما يشكر ويحمد للجنه الامنيه التي كان على راسها نائب رئيس الجمهوريه ووزير الدفاع الفريق عوض بن عوض ورئيس جهاز الامن ورئيس قوات الدعم السريع ورئيس الشرطه السودانيه. فهذا يشكر لهم صراحه، يشكر لهؤلاء ان حضنوا دماء الشعب السوداني وان تم هذا التغيير يعني صوره سلسه وسلميه حفظت دماء الشعب السوداني وارواح شباب الشعب السوداني، فهذا يعني يشكر عليه. واذا كان فعلا الرئيس سبب بالتعليق انه وجه هذا التوجيه ينبغي ان يحاسب عليه. إذا لماذا برأيك حتى الآن يوجد اختلافات كبيرة بين إعلان قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي فيما يتعلق بالمرحلة الانتقالية التي تعيشها الدولة السودانية؟ والله يعني هذا من المواضيع المحيرة فعلا أستاذ الكريم. يعني قوة عسكرية يعني تريد فترة انتقالية يعني على في حدها الأقصى عامين، وهو مدنية صهر من الاستحقاق الديمقراطي وتريد أن تنفرد بالساحة السياسية وبكل ما فيها، يعني هذا أمر غريب ومحير. هو الحرية والتغيير هو مكون من عدد من الأحزاب والمكونات،
مع الأسف بإذن الله نتمنى إزالة كل تلك الخلافات. للأسف مضطر أن أشكرك شكرا جزيلا سيد صلاح النور، عضو المجلس التشريعي السوداني سابقا، على مشاركتك معنا في حلقة اليوم من برنامج رأيي. كما أشكركم أيضا أحبائي المشاهدين على حسن متابعتكم لنا في حلقة اليوم، ونراكم بإذن الرحمن غدا في نفس التوقيت والموعد. إلى اللقاء.